الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. فأولا كل الشكر والتقدير لهذه الدعوة الكريمة، ويعني أتوجه بكل الشكر إلى كل من أستاذ إسماعيل الششتاوي وكيل أول الهيئة الوطنية للإعلام، وسيادة اللواء خالد دكروي والدكتور خالد فتح الله رئيس معهد اتحاد الإذاعة والتلفزيون على هذه الدعوة وعلى حفاوة الاستقبال. ونعتذر أن تأخرنا أمس لأننا كلفنا في مهمة وطنية في مصاحبة أو موافقة معالي الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لأداء واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله تعالى. الحقيقة سعيد أن أكون مع حضراتكم في هذا اللقاء، ويمكن أنا بقول هذا المبنى حقيقة واجب أن نقدر ذلك جيدا. ودائما قالوا إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. هذا المبنى وهذه الهيئة هي الحقيقة منوطة أولا بصناعة الفكر وصناعة الوطنية. الهيئة الوطنية للإعلام أو اتحاد الإذاعة والتلفزيون عبر تاريخه منوط بصناعة الفكر وصناعة الوطنية. صناعة الفكر بكل أبعاده، سواء كان فكرا دينيا أم ثقافيا أم اقتصاديا أم سياسيا. وحتى يمكن الاسم ليس صدفة ولا هو يعني مجرد توافق، الاسم مقصود لذاته الهيئة الوطنية للإعلام، وإن شاء الله هي كذلك وستظل إن شاء الله بإذن الله تعالى. ولكن كما قالوا صديقك من صدقك لا من صدقك، وأنا أؤكد أن غياب النقد الواعي البناء الموضوعي الذي هو من أهم رسائل الإعلام يؤدي إلى مشكلات كثيرة. وأنا ألخص الحديث فيما لا يزيد عن ساعة بإذن الله تعالى، وإن كان اللقاء معكم يحتاج إلى ساعات نظرا لأهمية وحساسية القضايا التي سنتناولها. لن أدخل في تفاصيل الحديث عن الشأن الديني الخاص، وإنما الحقيقة بإذن الله مع دكتور خالد فتح الله بإذن الله إحنا إن شاء الله قبل نهاية الدورة خلال هذا الأسبوع سنمد مكتبة المعهد بنسخة كاملة أو شبه كاملة من إصداراتنا. إحنا الآن عشان أديكم بس فكرة كده، الحمد لله خلال أيام بنعمل بيان الأوقاف في 6 سنوات. الحمد لله وجدنا أن فضل الله كان عظيما في كل المجالات. فمثلا للعلم في باب عمارة المساجد، وهذا من أهم الأبواب، بلغ بالأرقام التفصيلية إجمالي ما تم إنفاقه على عمارة بيوت الله وصيانتها وفرشها ما يزيد على 2,700,000,000 جنيه. الرسالة إيه؟ اللي احنا مش استعراض ان احنا عملنا كده، ان الجماعات المتطرفة والإرهابية كانت دايما تواجه بان الدولة يعني لا تريد الدين وانما تأخذ موقفا. فبنقول ما حدث في عمارة المساجد والكنائس في 6 سنوات الماضية غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية ولا اي دولة. احنا تقريبا تجاوز ما تم احلاله وتجديده وصيانته 3,000 مسجد، وما تم فرشه 8,000 مسجد، وانتم تتابعون تقنين اوضاع الكنائس بمجلس الوزراء، مما يؤكد ان الدولة حريصة على التدين الصحيح وعلى حرية المعتقد، وان ما تم في عمارة المساجد لم يحدث في تاريخ مصر. اجمالي ما انفق 2,700,000,000 او ما يزيد على ذلك. في مجال البر العام تجاوز ما أنفقته الوزارة 1.5 مليار. في مجالات لن أطيل لكن يعنينا التأليف، احنا تقريبا تجاوز إجمالي ما تم
إصداره عن وزارة الأوقاف ما بين كتب مترجمة ومؤلفة 130 كتابا في 6 سنوات كلها في قضايا التجديد ما بين موسوعات علمية وما بين كتب وما بين مترجمات، وأصبحنا نبص خطبة الجمعة 18 لغة أسبوعيا إن شاء الله. الكتب السنوية في المكتبة بجزء حتى الكتب المترجمة، وأيضا احنا بنشكر الإذاعات الموجهة لأنها والبرامج الموجهة لأنها أيضا تبص خطبة الجمعة المترجمة، ويمكن أن نضع تحت أيديهم الكتب المترجمة للإفادة منها في الرسائل العلمية. فسنمد إن شاء الله خلال أيام مكتبة المعهد على الأقل بنسختين إن شاء الله أو 3 نسخ لتكون هذه النسخ تحت تصرف حضراتكم في الاطلاع إن شاء الله بإذن الله تعالى. وسنتعاون مع الدكتور خالد في كل دورة يكون هناك كتاب على الأقل للنقاش، إنما هنمد المكتبة بنسخة كاملة وفي كل دورة نضع نسخة من النسخ للنقاش. مرة الكليات الست، من أهم الكتب طبعا التي صدرت الكليات الست مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة والسنة، كتاب سيصدر خلال أيام بنات وهدمون، ويمكن إن شاء الله أن نمد المعهد أيضا بنسخة إلكترونية يكون فيها كل الكتب موجودة على موقع المعهد لمن يريد أن يطلع، لأننا ربما لا يتم التمكن من وضع كل الكتب تحت أيدي كل السادة الحاضرين. لكن إن شاء الله أيضا وزارة الثقافة في معرض الكتاب أصدرت عدد من الكتب، منها كتاب مفاهيم اللي هو الكتاب الجد اللي هو ده عفوا مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة والسنة، وبتطبعه طبعة قيمة جدا وطبعة مدعومة وبأقل من التكلفة، والنسخة الآن هي في وزارة الثقافة بتباع فقط ب5 جنيهات وهتبقى في المعرض تقريبا ب4 جنيهات، يعني 10 كتب في حدود 40 جنيه هينزلوا في معرض الهيئة المصرية العامة للكتاب. طبعوا هذا الكتاب، وهذا الكتاب أيضا بيتم طباعته قبل المعرض هيكون انتهى. وهناك كتاب فقه الدولة وفقه الجماعة وحماية دور العبادة والحوار الثقافي بين الشرق والغرب، كل هذه الكتب ستكون متوفرة سواء في معرض المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أم في معرض الهيئة المصرية العامة للكتاب، وبأقل من التكلفة الفعلية للطباعة، لأننا لا نهدف إلى الربح وإنما نهدف إلى نشر الفكر الوسطي الصحيح. حتى لا نطيل في المقدمات، عندي هبدأ بمدخل عن موضوعنا الإعلام الرشيد، الثقافة، اللغة، البرامج المتخصصة. أما الجانب الأول وهو بين أيدي حضراتكم الإعلام والهوية، أثر الإعلام في بناء الشخصية. بنقول الإعلام صناعة وفن وعلم ورسالة، ولا ينكر دوره ولا أهميته إلا مغيب عن الواقع. فلا شك أن الإعلام الهادف الرشيد أحد أهم مكونات الشخصية السوية، ومما لا شك فيه أن الإعلام واحد من أهم الأسلحة العصرية في المعارك والقضايا الفكرية والثقافية. الإعلام جزء من الوطن ومن أهم مكوناته، والإعلاميون نخبة من أبنائه ومثقفيه ومستنيريه. الإعلام الرشيد، دائما الناس تتحدث عن الأزمة كما بعض الناس يريد أن يلصق الأزمة بالخطاب الديني، بعضهم يريد أن يلصقها بالخطاب الإعلامي، فبعض الناس يقول لك تجد كثيرين المشكلة في الإعلام، المشكلة في الخطاب الديني. صحيح، المشكلة قد تكون في الخطاب الديني المنحرف وفي الإعلام الذي لا يؤدي واجبه أو وظيفته، أما الخطاب الديني الرشيد فهو جزء من الحل وليس جزءا من المشكلة. الدين
جزء من الحل وليس جزءا من المشكلة، ولا يمكن أن يكون الدين الصحيح والفهم الصحيح للدين. كذلك الإعلام جزء من الحل وليس جزءا من المشكلة، ولا يمكن أن يكون ولا ينبغي أن يكون. إنما إذا كان هناك بعض الناس اختطفوا أو حاولوا اختطاف الخطاب الديني لصالح جماعات أو تيارات أو أيديولوجيات وانحرفوا به عن مسار الصحيح، فإن دورنا كعلماء دين أن نسترد هذا الخطاب وأن نعود به إلى مسار الصحيح. وهذا ما اجتهدنا فيه مع زملائنا من العلماء ومن الشباب ومن قيادات الوزارة، سواء من خلال الخطب أم الندوات أم الدروس أم الإصدارات العلمية. وقلنا بوضوح دورنا أن نسترد الخطاب الديني من مختطفي. أيضا على قيادات المؤسسات الإعلامية والعمل الإعلامي العودة به إلى مساره الصحيح، لأن الأصل أن الدين كما قلت جزء من الحل وليس جزء من المشكلة، والإعلام أيضا جزء من الحل وليس جزء من المشكلة. فإن أصبح أي منهما جزءا من المشكلة فهنا خلل يجب أن يعالج، أو هناك انحراف يجب أن يقوم. الإعلام الرشيد جزء من الحل وليس جزءا من المشكلة، ولا يمكن أن يكون. وإننا نؤمن أن الإعلام ليس مجرد مصور فوتوغرافي للأحداث، فإن مهمة الإعلام أكبر من ذلك بكثير، فله إلى جانب مهامه في التوعية والبناء والتثقيف مهام رقابية كاشفة لا تقل أصلا عن دور كثير من الجهات الرقابية. أيضا الإعلام نوعان، الإعلام الكاشف اللي هو نقل للأحداث كالجوانب الإخبارية ونحوها، وهناك الإعلام البيني. الإعلام البيني الذي يقوم على ما وراء الخبر والتحليل. الإعلام البيني ليس مجرد راصد للأحداث أو ناقد، أو ليس مجرد ناقد لها، إنما الإعلام الحقيقي هو الذي يسهم في مناقشة القضايا واقتراح الحلول. يعني ودين دايما الإعلامي أو المفكر أو المثقف يرى الصورة من زاوية أخرى، فعليه أيضا أن يقترح الحلول وأن يسهم بالحلول وأن يضع بعض المقترحات بين أيدي المسؤولين أو التنفيذيين. الإعلام الرشيد لا يمكن أن يقوم على مجرد تصيد الأخطاء أو حتى مجرد رصد الأخطاء ويقف عند هذا الحد قاصدا الإثارة فقط. الإعلام الرشيد هو ذلكم الإعلام الذي يسهم، ودي مهمة جدا في ثقافة الإعلامي، الإعلام الرشيد هو الذي يسهم في اقتراح الحلول ومعالجة المشكلات ويهيئ الطريق وينيره أمام القائمين على شؤون البلاد والعباد، وهو الذي يذكر الإنجاز كما يذكر الإخفاق، وهو الذي يشد على عضد المجتهدين كما ينعى باللائمة على المقصرين. للأسف الشديد في موجات الانحراف العامة الفكرية التي حدثت بعد 2011 وكان تمهيدات قبلها لكنها زادت، أصبح الغالب الأعم أن الناس تذكر فقط الإخفاقات، وأنه حتى لو كان يرى الإنصاف يخشى أن يتهم بالنفاق. وإحنا دايما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مهم جدا بقول إن من إجلال الله عز وجل، إن من تعظيم الله، إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة، إكرام الإنسان الكبير، وإكرام حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، أهل القرآن الذين يعملون به، وذي السلطان المقسط. من إجلال الله إنك تحترم وتقدر الحاكم العادل أو المسؤول العادل كما تقدر حامل القرآن الذي يعمل به. لماذا؟ وقلت سابقا إذا لم تنصف المسؤول العادل أيا كان على أي مستوى،
انا اضرب لك على هنا على نظام اي قطاع لو كان عندك في اي جهه، سواء كان رئيسا للدوله او ام وزيرا ام محافظا ام رئيسا لهيئه ام مؤسسه ايا كان، اذا لم تنصف العادل ابتليت بغيره لانك تشد على عضده. فاذا كنت تنتقد المقصر وجب عليك والدين والوطنية والقيم والأخلاق كما تقول لمن قصر قصرت أن تقول لمن أحسن أحسن حتى تعينه على الإحسان، وإن هذا لا يعد لا نفاقا ولا رياء طالما أنك تتحدث بموضوعية وهذه الموضوعية المهنية. ولكن يعني في بعض جوانب التي تعمد إلى مجرد الإصابة أو إني الخوف من ردة الفعل للجماعات المتطرفة، يقول لك حتى لو اتهم بالنفاق ولا اتهم بكذا، هذا يبعد الناس كثيرا عن الجوانب المهنية. الإعلام الرشيد هو الذي يقوم على الموضوعية دون تهويل أو تهوين أو إفراط أو تفريط. وبالمناسبة حتى في علم الحديث علموا ان من علامات الوضع انك انت ممكن في الاحاديث كيف تعرف ان الحديث موضوع. قالوا في علامات تقوم على دراسة المتن، وعلامات تقوم على دراسة السند، وعلامات تقوم على على العقل. قالوا من علامات اللي انت تقول الحديث ده موضوع من غير ما تفكر الوعيد الشديد جدا على شيء يسير، او الوعد والثواب العظيم على شيء يسير. فمثلا كانوا في العامة يقولون مثل لقمة في بطن جائع، حد كده من الشباب ويخطف في القاع وعايز يحمس الناس، لقمة في بطن جائع خير من بناء 70,000 جامع. حتى هو اسمه مسجد مش جامع، يعني حتى لا اللغه تساعد. فالناس تقول لك اكل العيش والغلابه اهم وبناء البشر. يا عم بس مش للدرجه دي، مش 70,000 جامع. فالمبالغه، يجي واحد يقول من اكل الثوم او البصله ليله الجمعه لم يجد رائحه الجنه. حد بيسالني بيقول لي انا سمعت الحديث ده اتخضيت، قلت له مين قال لي ان ده حديث؟ هل سؤال اولا هل اكل البصل في حد ذاته محرم؟ هل اكل الثوم في حد ذاته محرم؟ هل هو كبيرة من الكبائر؟ هل الرجل قتل نفسا؟ الحديث لا أصل له. إنما الحديث تاني بقى، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مصلانا. قلنا حاجتين، في احتمال خصوصية إن زي النبي صلى الله عليه وسلم وجد إنسانا أكل ثوما أو بصلا برائحة كريهة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في منتهى الرقي، فبدل ما يقول له قوم يا فلان اطلع ويضعه في موضع حرج، قال من اكل ثوما او بصلا عشان الرجل يخرج من غير ما يتعرض لحرج، دون ان يتعرض لحرج. الامر الاهم فعلا ان الاسلام حريص على الا يؤذي الانسان الناس باي شيء، باي برائحه او بكلمه. فالانسان عفوا ليس فقط اكل الثوم البصل. انا اذكر في يوم من الايام كنت في احدى المستشفيات، وكان في مستشفى جامعي وفي مسجد للطلبه. فانا قلت للاستاذ، كان احد اساتذه الانف والاذن، قال لي احنا هنصلي بس هنصلي هنا في المكتب. قلت له، قال لي احنا هقول لك هنصلي في المكتب ليه؟ لان انا عندي حساسيه شديده في الانف، وبعض الاولاد بيبقى له ظروفه. ده كان الكلام ده من سنوات، مش انا الحمد لله احنا في تطور. فقال لي ممكن تبقى رائحه الشراب نفاذه وتؤذيني، مجرد ما اصلي اطلع عينيا يصيبني بالتهابات. فاذا اذيت الناس مش فقط بالاكل، بلباس، عفوا الانسان مثلا ربنا قال خذوا زينتكم عند ايه؟ كل مسجد. ما يبقاش انسان عفوا بيشتغل في المهنه محترمه وكل حاجه، لكن مهنه مثلا الزي بتاعه عليه حاجات ممكن لو جه يأذي الراجل اللي جنبه، انت رايح مشوار فتلاقي واحد طالع مثلا طبيعه مهنته في زيت وفي كذا، فيجي قاعد معاك انت بتبقى قاعد عايز لا. فانا ما اذيش الناس، انا في مهنتي، لكن عندما اتحرك الى المسجد او الى الاماكن العامه خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالقصد الا تؤذي الناس برائحتك، كل ما شئت لكن نظف فمك. يبقى انا ممكن بعد كده بغسل بالمعجون، بغسل بالفرشاه، باخد نعناع، باخد مطهر، اي شيء يزيل الايه. لكن ما توصلش بقى ان واحد يقول لي ايه لقمه في بطن جائع
خيرا من بناء 70 عفوا من اكل الثوم او البصل لم يجد رائحه الجنه وهو في اصله حلال لم يرتكب محرما. اذا عشان كده بنقول التهويل والتهوين، الخطاب العاقل لا تهويل فيه ولا تهوين ولا تهوين فيه. الاعلام الرشيد دي مهمه جدا بقى، للاسف الشديد لا ننكر ان احيانا امران يتحكمان في الحكم لانطباعات الشخصيه والعلاقات الشخصيه، وهذا الانسان الذي يسير خلف انطباعاته الشخصيه وخلف عواطفه وتحكمه العلاقات مع الوقت سيفقد مصداقيته ويفقد موضوعيته. الاعلام الرشيد هو الذي يسمو بصاحبه فوق الانطباعات والعلاقات الشخصيه الى درجه المعالجه الموضوعيه، وهو الذي ينصف المختلف معه عندما يحسن او يكون الحق في جانبه، كما ينصف المتفق معه او حتى الموالي له. الاعلام الصادق ان تنصف بغض النظر علاقتك انت تحب او تكره. جاء حد كده كان قاتل اخي سيدنا عمر بن الخطاب، احد الناس قتل اخا سيدنا عمر بن الخطاب زيد بن الخطاب، فسيدنا عمر قال له اني لا اطيق ان ارى قاتل اخي، انا ما لا اقوى ان ارى قاتل اخي. قال له وهل يحملك ذلك على ان تظلمني؟ قال لا. قال اذا تحب او لا تحب لا يعنيني ان تحب طالما انك لن تظلمني. فانت علاقاتك الشخصية لا تحملك ابدا على ان تظلم المختلف معه في الرؤى او في التوجه، لاني في النهاية انت في عالم مكشوف، فهنا يجب ان تنصف المختلف معه كما تنصف المتفق معه، وان تتجرد من العلاقات الشخصية والا تكون العلاقات الشخصية هي الحاكمة او الطاغية على الموضوعية. الاعلام الرشيد هو الذي يحدد اهدافه ويعمل على تحقيقها ويرتب اولوياته ويعمل على انجازها ويتخذ من كل ما يؤدي الى البناء والتعمير ومواجهة الفساد والانحراف ومحاولة افشال الدولة خطا ثابتا. ذلكم هو الاعلام الذي نفخر به عندما نطلق عليه مصطلح الاعلام الوطني او الاعلام الرشيد او الاعلام النبيل او الاعلام الهادف او الاعلام البناء، وذلكم هو الذي يضمن لصاحبه البقاء او لمؤسسته الخلود الحقيقي ويسهم في بناء الشخصية. ربما اقول ان القواسم المشتركة بين الخطاب الديني والخطاب الاعلامي كثيرة جدا 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 لسبب. اول نقطة اتحدث عن نقاط مشتركة ليست في المجال الاعلامي فقط وانما في الاعلامي والديني معا. اولها زي ما قلت تحديد الاهداف. للأسف الشديد سواء في الخطاب الاعلامي او الخطاب الديني الاثنين، هناك من له هدف ورسالة وهناك من يملأ الوقت، وشتان بين الأمرين. قضية ملء الوقت قضية خطيرة تهوي بصاحبها إلى الهاوية ولو بعد حين. إن أنا دايما كنت أقول خطبة الجمعة، وأظن يقاس عليها اللقاء الإعلامي خطبة الجمعة، كنت أقول عدة نقاط. ما الرسالة قبل ما أخطب؟ ما الرسالة التي تريد أن تصل بها إلى الناس أو أن توصلها الناس؟ كذلك في أي برنامج سواء كان برنامجا حواريا أم أي برنامج أو شخص، أنت ما الرسالة؟ ما الهدف؟ وحاجة عفوا يعني وتحدد أمرا يمسك باليد. يعني عفوا أنا هتكلم النهاردة عن الصدق، يبقى عايز أوصل رسالة بأهمية الصدق. عايز أتكلم عن الأمانة، عايز أتكلم عن أهمية اللغة، يبقى أنت في هدف محدد تريد أن تصل به إلى المستمع أو إلى المتلقي سامعا كان أم مشاهدا أم قارئا. ما الهدف من الحديث؟ سواء تكتب مقال، هل المقال هو مجرد سد خانة وتواجد على الصفحات؟ هل أنا هو مجرد ظهور على الشاشة؟ هل هو مجرد أنا موظف أؤدي خطبة الجمعة وأسد الخانة؟ وأحيانا عفوا كان يبقى الخطيب مشغول بأنه حافظ الخطبة ويخشى أن هو ينسى أن ينساه، فهو كأنه بعد ما يخلص معذرة يعني
معذره، كان بعد ما خلص يقول لك الحمد لله هو هم وانزاح، خلاص الحمد لله قلنا الكلمتين، لكن ماذا افاد الناس؟ ولذلك هذا الشخص يفقد التواصل. لو انت خايف من النسيان سواء كان خطيبا ام اعلاميا، لا مانع انك تسجل العناصر بين يديك ويبقى موجوده، ولان التفاعل مع الناس هو الاهم. فالجانب الاول هو تحديد ما الرساله، الامر الاهم. كان الامام مالك يقول رحمه الله: نحن لا نتحدث الا فيما يترتب عليه عمل، ولا نخوض فيما يترتب عليه جدل. احيانا كان بعض الشباب في خطبه الجمعه سابقا او حتى في البرامج الاعلاميه يقوم بعمليه شحن. يعني انا اذكر مره سمعت خطبه وحد بيتكلم كان قام البوسنه والهرسك، فكانه بيقول لك البوسنه والهرسك بيضيعوا ولو انت ما وقفتش جنبيهم انت هتروح جهنم. فجاء شاب من الشباب بيبكي، قال انا بسلمكم نفسي، قولوا لي اعمل ايه؟ يعني الشاب قال لك انا اهو، انا ليس عندي اموال اتصدق، قولوا لي اعمل ايه؟ انت عارف اللي كان واحد اللي كان الجماعه اياها لما بقول لك بالملايين على القدس رايحين، قال لهم اتفضلوا روحوا، حد عايزكم اتفضلوا روحوا. فهي القصه، هل الكلام الذي تقوله في الخطبه او في الدرس او في البرنامج الاعلامي قابل للتطبيق وللتنفيذ؟ هل انت بتعمل اثاره لمجرد؟ انا اقول لكم على حاجه، انا قلت حاجه زمان على الخطبه ثم سحبت على كل ما المثقفين. قلت في جانب الخطابة، هناك أناس أصيبوا بالإفلاس العلمي، أصيبوا بالإفلاس العلمي أو بالإفلاس المهني أو بالضعف الثقافي، وأصبحوا غير قادرين على إقناع الناس من خلال الموضوعية. هو لا يستطيع أن يعد موضوعا موضوعه إعدادا جيدا. إن كان خطيبا لا يستطيع أن يبني الخطبة خطبة جيدة، وإن كان كاتب مقال لا يستطيع أن يكتب مقالا مؤثرا، وإن كان في برنامج لا يستطيع أن يدير برنامجا موضوعيا. فيعمل إيه؟ الناس عايزة اللي يعمل بطل فيعمل بطل، فيبدأ. كان بعض الناس لغة الانتقاد، احنا دايما بنأكد سواء في الإعلام او في يمكن في الخطابه مختلفه، الاعلام عنده مساحه اوسع، احنا بنقول في الخطابه لا يجوز ان تنتقد لا شخصا بالاسم ولا مؤسسه بالاسم ولا دوله بالاسم على المنبر، هذا ليس مكانه المنبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بال اقوام، لكن كنت تلاقي واحد يخبط في الفنانين والممثلين واللعيبه والناس والمؤسسات والمجتمع ويذكر الناس بالاسم. هو غير قادر على بناء موضوع قوي، فهو عايز يجذب الناس، الناس هتفلت منه، فيعمل نفسه بطل. ايضا عندما يكون احد بيقدم برنامج ويجد ان المتابعه بتقع منه، فيشوف ما الذي يمكن ان يحدث اثاره عند الناس. انما لا يوجد كاتب موضوعي ولا خطيب متميز ولا اعلامي قدير يمكن ان يلجا الى الجذب على حساب المهنيه او على حساب الموضوعيه، لان هؤلاء صارعان ما يتساقطون. فقلت هناك أناس أصيبوا بالإفلاس الدعوي والعلمي وأصبحوا غير قادرين على الإقناع فخرجوا بالخطبة عن مسارها. أيضا هناك، أنا أقول لكم على حاجة، النقطة الثانية اللي تفضل محمد، أهلا وسهلا محمد بيه، تفضل محمد بيه، مرحبا بيك، تفضل. وبمناسبة بقى وصول الأستاذ محمد وده القنوات المتخصصة كالقرآن الكريم، وأنا حابب أحييهم لأنهم ظلوا محافظين على الخط. أنا في مقال خاطئ إن شاء الله تنزل في صحيفة عقيدتي غدا تحت عنوان الصحافة المتخصصة، وبتتطول لمقال الصحافة المتخصصة أو صحافة النفس الطويل، وبتحدث عن الصحافة المتخصصة والبرامج المتخصصة والصفحات المتخصصة. جت فترة من الفترات كان خط التخصص هو الغالب، لكن جت فترة من الفترات لقينا معذرة بدون أسماء واحد طول حياته يتحدث في برامج القرى، وجت فتره لقى الدنيا واقفه راح متحول لمحلل سياسي، وتلاقي بقى كل اللي في القرى يتكلم في السياسه، واللي بتاع فن يتكلم في السياسه، واللي بتاع دين بيتكلم في السياسه. انا في مره وانا في كليه التربيه في سلطنه عمان دخلت على طالب، فكان الطلاب
يعني فيهم بعض الطلاب فهم مسألة التدين خطأ. أدخل على الطالب فيزياء قال لها بيشرح دين، الطالب كيمياء بيشرح دين، الطالب لغة إنجليزية أقول له طيب أنت فاكر أنك كده بتخدم دينك، ده أنت بتضيع دينك، لأنك هتطلع أمة متخلفة لا تفهم لا في الطب ولا في الصيدلة ولا في الهندسة. كنت أقول له تريد أن تخدم دينك، في عندي معلم دين ده شغلته الدين، ثم انك لما تدخل قد تفسد ولا تصلح. ودايما كنت اقول نقطه ويا ريت نحفظ منها، المتمكن الموضوعي لا يمكن ان يخرج من مجاله الى مجال غيره. لو عندي عالم دين هو عالم دين، عندي محلل رياضي هو اشتغل في الرياضه، صفحات الفن يبقى هو في الفن، هو في الادب والشعر يبقى لو بيحب الادب ومتمكن فيه. المتمكن لا يمكن أن يخرج عن تخصصه إلى تخصص غيره إلا بما يخدم هذا التخصص. غير المتمكن أول ما يفلس يشتغل في أي حاجة. شوف يعني هو مثلا هو بتاع مثلا برامج أدبية يلاقي ماتش الأهلي والزمالك يتكلم في الكورة، هو بتاع كورة يلاقي حادثة سياسية يطلع، طب دي مش شغلتك. فقلت له طيب لو كل المدرسين من وجهة نظره دخل حول حصة الدين هنطلع أمة لا فيها طبيب ولا مهندس ولا صيدلي. كنت اقول له انت عايز تخدم دينك بتاع الفيزياء علم، خلي الولاد اشطر ناس في الفيزياء، عايز تخدم دينك خليهم افضل ناس في الكيمياء، وانت بتاع الرياضيات خليهم افضل ناس في الرياضيات. فلو كل واحد، والصحافه المتخصصه دي صنعت اعلاما واجيالا من العباقره. الحقيقه مثلا صفحات الادب والنقد، لما يجي صفحة أدب ونقد خرجت أدباء ونقاد وكثير من كتب العقاد وكثير من كتب طه حسين وكثير من كتبهم هي محولة عن مقالات زي كتاب حديث الثلاثاء وغيره معظمها. بل أقول لك الحاجة، أنا كثير من كتب محولة عن مقالات مع إعادة الصياغ ليه؟ فهذه صنعت كتابا كبارا. أيضا أنا حقيقة كنت مثلا مع الأستاذ محمد بقول له أنا مثلا لو في واحد بيتكلم في يعني بنذكر نموذج عليها رحمة الله الشيخ عطية صقر، مفيش واحد في مصر من المثقفين لا يذكر برنامج بين السائل والفقير. الراجل انقطع في هذا وعاش له وأتقنه، بل يكاد يكون برنامج بين السائل والفقير من الأعلام اللي ارتبط بها الشيخ عطية صقر الله يرحمه. ليه؟ حط وضع إمكاناته في هذا المجال. الشيخ الشعراوي عليها رحمة الله خواطي حط هدف خواطري حول القرآن الكريم، فأصبح علامة في علم التفسير لأنه انقطع لهذا. تعال بقى الناس اللي اشتغلت في كل حاجة أين هم؟ ولا حاجة ولا حاجة. فأنا دايما كنت أقول العاقل من يركز في مجال اختصاصه، وغير العاقل من يخرج ويعتدي على اختصاصات الآخرين ويعمل في كل الاتجاهات. وذلك قلت الصحافة بعض الصحافة المتخصصة والصفحات المتخصصة والبرامج المتخصصة عندما تخرج عن سياقها لا تبقى متخصصة ولا يمكن أن تبقى عامة. يعني أنا عندي صحيفة في الأدب والنقد، هذه الصحيفة لو حاولت تخرج لأخبار سياسية وحياتية لا يمكن أن تلحقها. ليه؟ لأن إمكانات الصحف المتخصصة والصفحات المتخصصة، كنت بتحدث مع رئيس تحرير بقول له أنت عندك كام؟ عندك 15. الصحيفة العامة عنده مئات المراسلين داخل وخارج مصر، فلو انت حاولت تجار الصحافة العامة او البرامج العامة لا يمكن لان الامكانات ليست متوفرة. فلا انت ادركت الصحافة العامة ولا انت احتفظت بخصوصيتك. صحيح البرامج المتخصصة برامج النفس الطويل، يمكن الناس اللي بيشتغلوا في البرامج العامة سهل جدا في البرنامج العام ان بيتناول قضايا اليوم اللي الناس مشغولة بيها، لكن مش انت لوحدك، الاف الناس بيتكلموا في الكلام العام، ومن الصعب مش يعني كم واحد نبغوا في الشأن العام قلة، لان عند مئات القنوات ومئات الصحف بيتكلم في الشأن العام. لكن لو واحد مثلا خد برنامج في التفسير، برنامج في مصطلح الحديث، برنامج في مصطلحات قضايا الفقه المعاصرة، خد جزئية وارتبطت بيه واتحط بقى معلم ومع الوقت تبني عالما. وانا هقول لك على حاجة، لو جيت على الصحافة المتخصصة مجلة زي مجلة فصول
اتعمل حواليها عشرات الرسائل العلمية. المجلات المتخصصة صنعت كتابا كبار وصنعت اعلاميين كبار، ويقول لك البرنامج فلان، واحد بيقدم برنامج سياسي، واحد بيقدم برنامج اجتماعي، واصبح له قاصدوه والمتابعون له لا يمكن ان يتخلوا عنه. يعني لو انا عندي برنامج ديني قوي وله متابعون، هو مش هيتابع، هو جاي للايه؟ لهذا البرنامج. فاحنا نعيد احترام التخصص، ودي عملية صعبة، خلي بالك ليست سهلة، وتحتاج إلى إعداد ضغط، اللي هي لما يكون نفرق بقى، لأن ليس من الحكمة إن تكون كل عفوا لو إحنا عندنا في كل قنواتنا 100 برنامج هو كلهم بقى برامج عامة، والمتخصص تحول إلى برنامج عام، ماذا أفدنا المجتمع؟ لكن لو أنا عندي 10 برامج متخصصة، برنامج ديني متخصص، برنامج اجتماعي متخصص، برنامج في الأسرة متخصص، برنامج سياسي متخصص، أنا هأكون ثقافة وأبني شخصية، وحتى في الحالة دي نبني شخصية متكاملة، لأن المفترض أن خريطة الإذاعة والتلفزيون والصحافة والثقافة تتكامل في بناء الشخصية. لأن لو كلنا اتكلمنا في الشق السياسي، الأخلاق والقيم وإتقان العمل والحمايه الاجتماعيه، ده انا عايز برنامج متخصص في الاسره، يبقى اللي بيتابع، اللي مهتم بقضايا الاسره بيتابع البرنامج ده، برنامج خاص بالاخلاقيات، برنامج خاص بالسلوكيات. انا كان في مره اقترحت وكتبت مقال، ويا ريت يعني حد في حضراتكم يتلقفه وانتم تنفذوه، افضل ناس ينفذوا، ولو اعلام الدوله ما نفذوش، الاعلام الوطني ما حدش ينفذه، سلوك وسلوك. البرنامج ده ممكن يبقى فيه مقدمة دينية او اجتماعية 5 أو 10 دقائق مثلا، هتكلم عن النظافة، اجي مصور ناس بتنظف اماكنها، مش شرط عندنا، من جوه مصر وبره مصر، وانقل من اليابان، وانقل من الدول اللي هي معنية بالنظافة، والناس قد ايه بتنظف، واجي جاي بالمنظر التاني المقابل، قد ايه الناس اللي بترمي في النيل، والناس اللي بترمي في الطرقات، والناس لما اجي جايب مشهد كالمرور، ناس واقفة بالليل ومفيش حد، والراجل واقف كده بيحترم الايه؟ الاشارة، وواقف حتى ده ومفيش حد خالص، وواحد تاني عمال يقطع سلوك وسلوك، يركز على المشكلات الاجتماعية. فاحنا عايزين، لان البرامج المتخصصة بتحتاج جهد ضخم جدا، لكنها تترك علامة سواء لمقدمها ام للمشاركين فيها. أنا هختم بأهم نقطة تشغلني، سواء للأئمة أم للخطباء أم للخطاب الديني أم للسادة الإعلاميين، وبخاصة من يعملون في الإعلام المرئي والمسموع، لأن هذه المشكلة هي أقل حدة في الإعلام المكتوب، بطبيعة أن الكتابة لا يظهر فيها اللح كما يظهر في القول. هي قضية تراجع مستوى اللغة العربية، ولذلك هنا اسماعيل بيه، وانا الكلام ده لحضرتك، والاستاذ محمد موجود، والدكتور خالد طبعا يهتم بالتدريب، واحنا مستعدون ان نساعد، والاستاذ صباح توصل صوتنا واستاذ حسين بيه، انا بقى طالب الحقيقة بتفعيل لجان الاستماع بقوة، وأن يكون فيها متخصص في كل لجنة في اللغة العربية، وأن تتم المحاسبة الشديدة، لأن هذه صورة مصر، وصورة مصر كبيرة، ولا يجب أن تترك. يعني دائما، يعني أنا ممكن أشتغل في المتاح، أنا دائما كان عندنا مبدأ في الأواف، لا يضار أحد في أكل عيشه أو في راتبه أو في أولاده، دي مش مشكلة، لكن إن اللي يظهر ويمثل مصر صوتك ده العالم كله بيتابعه. فمسألة تراجع مستوى اللغة العربية طامة كبرى. احنا كمعهد ممكن مستعدين، احنا عملنا لذلك مركز احياء اللغة العربية، وبنضع ليه برامج تعطي شهادة البراعة في اللغة العربية، وعملنا دورات، وجعلنا الامتحان في اللغة العربية شرطا اساسيا للترقي لأي منصب إداري، ولا مش علمي، إداري،
حتى المناصب الإدارية، الناس بتشتغل دلوقتي مستويات متقدمة. الإعلامي أي حد يقول لك أنا عايز منك لغتين أجنبيتين، هل من الحكمة والمنطق أن أطلب منه التميز في لغتين أجنبيتين ولا أطلب منه التميز في اللغة العربية؟ فالقضية الخاصة البرامج الدينية والثقافية والعلوم الإنسانية ولقارئ النشرات لا يكتفى به فقط مجرد الإلمام بالقواعد، ده احنا عايزين التميز. التميز ودي بتيجي على نقطتين، جزء منها قاعدي، وده طبعا الأول، لأن لا يليق الخطأ في القواعد، قضية كبيرة يعني. وللأسف طبعا في بعض، مش هتكلم مش فقط بصفة عامة. نسمع الأذان بعد إذنك دقيقتين بس. معالي الوزير هيدينا العلماء كلهم. لازم نستأذن سيادتك الدكتور أيمن يدي الحضرة عندنا. أوي 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 أوي. شكرا جزيلا. هناخد مش اكتر من 10 دقايق ان شاء الله، ربع ساعه كحد اقصى، وهنكون انتهينا بمحاضرتنا. الربع ساعه دي هتكلمها عن اهميه اللغه، سواء في الخطابه كان دايما يقولوا مهمه الخطيب البلاغ والبيان والتوصيل، ومهمه الاديب البلاغ والبيان والتوصيل. وقد قالوا من لا يحسن أن يكون أديبا لا يحسن أن يكون خطيبا. وإذا كان خطاب الخطيب محدودا فإن خطاب الإعلامي أوسع مدى بكثير وأوسع انتشارا، وهذا يتطلب التمكن من اللغة. بعض الناس ربما لم يكن متخصصا من خلفية اللغوية. أحيانا احنا في وزارة الأوقاف حقيقي استطعنا أن نرسخ برامج التدريب التراكمي المستمر، ومسألة العلم من المهد إلى اللحد والمحبرة إلى المقبرة. ودي كان المتنبي عندما يتعلم الإنسان الإمام الشافعي. أقول لكم على حاجة، والله الآن في هذه الأيام أنا أجتهد في إعداد خطبة الجمعة كما كنت أجتهد يوم أن كنت طالبا جامعيا وزيادة. ليه؟ لأن الناس أيضا كل ما كانك المجتمعي ما هيعلك إعلامي لما تبقى مدير عام غير لما تبقى وكيل وزارة غير لما تبقى رئيس قطاع، فكل الناس هتقول لك لما ده، فالناس بتبص لك أنت إلى وضعك الوظيفي ووضعك العلمي. فبنجتهد أقصى ما يمكن بحيث أن الواحد إيه، لأن الإمام الشافعي كان يقول رحمه الله أأبيت سهران الدجى. ده ينطبق على أي حد في أي مجال، أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما، أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحقي، أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحقي. والمتنبي كان يقول كلامي منطق العرب الأصيلي، بس إيه؟ وكان بقدر ما عانيت قيلي، على قد ما تعبت على قدر التعب، كلامي منطق العرب الأصيلي، وكان بقدر ما عانيت قيلي، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليلي. الذي يتمكن من اللغة، وقف الأديب العربي يقول
وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول. وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول. ويقول أبو فراس الحمداني يقول: وإن أناس لا توسط بيننا وإن أناس لا توسط بيننا لنا الصدر المقدمة دون العالمين أو القبر. بس ده عايز إيه؟ تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر. ويقول البارودي لولا المودة لولا المشقة ساد الناس كلهم. كان الناس كلهم بأي قيادات؟ الجود يفقر والإقدام قتال. في ضريبة واحد تاني يقول ايه؟ كلنا يبغي الحياة لنفسه. احنا مش ملائكة ولا انبياء. كلنا يبغي، بس في مذهبين، كلنا يبغي الحياة لنفسه حريصا عليها مستهاما بها صبا، فحب الجبان النفس أراده التقى. يا عم ابعد. جميل. وحب الشجاع النفس أراده الحرب. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. الحقيقة تعب العلم إذا أخلصنا به النية لله فهو لله دنيا ودين، ويعني يخدمك في لسنتين: الاجتهاد، لابد من الأخذ بأسباب الاجتهاد. وأنا يمكن في مقال كتبته إن شاء الله ممكن دكتور خالد أطبعه وبعته لكم يتوزع برضه أيضا، دكتور عبد الله، مقال مهم قوي، عنوان: المسؤول الابتكاري والموظف التقليدي. في نقطتين هقولهم بس منه: حيث تتوقف يتجاوزك الزمن. يعني يوم ما تتوقف عن تحديد، احنا في عالم شديد التصارع، يوم ما انت شوف انت ماشي في سبق، احنا مثلا 100 ماشيين، انت وقفت هنا هتقفنا، زميلك هيسبقك بخطوتين، هتقف عند المرحلة حيث تتوقف عن تحديث ذاتك يسبقك الزمن. الطبيب لو ما تابعش احدث النظريات الطبية تبص تلاقيه بقول لك خلاص فلان جاب احدث جهاز. لازم كل يوم ما الجديد في الطب. المثقف ما لم يطلع على الاحداث دقيقة بدقيقة وساعة بساعة يتجاوزه الزمن. عندما تتوقف عن التحديث يتجاوزك الزمن. مفيش بقى زمان. انا هقول لكم على حاجه، احد الاساتذه، ودول الاساتذه علمونا بجد واحنا في الدراسات العليا، قال لنا العلم يبدا، مش قال بقى بعد الدبلومه، ولا خدت الدبلومه، انا خدت ماجستير، انا خدت دكتوراه، انا بقيت استاذ. العلم يبدا بعد الاستاذيه وليس بعد الدكتوراه. دي مفاتيح علم. انما احنا عملنا أكاديمية الأوقاف فخدنا ناس من أكفأ العناصر، وبعضهم من حاصلين على الدكتوراه أو معظمهم، وفي ناس كانت حاصلة على الدكتوراه ولما دخلت الاختبار يلتحق بالتدريب سقط. شوف، حاصل على الدكتوراه مش بقى خريج، ده سقط عشان ناخده عشان نقبله يتدرب، لأن احنا بدأنا بالأعلى. بعد ما خرجنا الأكاديمية حوالي 10 أشهر خدوا فيها دورة لغة إنجليزية لمدة 3 أشهر، دورة حاسب آلي سوشيال ميديا وتحول رقمي 128 ساعة بامتحان دولي، خدوا فيها محاضرات علم نفس وعلم اجتماع ولغة عربية وثقافة. 10 أشهر بدأنا نعمل مشروع جديد، مشروع 100 عالم وواعظة. فحد منهم من اللي خريج الأكاديمية قال لي: هو ده لينا ولا للناس الجداد؟ يعني هو عايز يقول احنا خلاص يعني انت عارف اتشبعنا. قلت له:
هتتوقف في حالة واحدة، وده الحضارات كلها أنا شخصيا، متى تتوقف عن القراءة والاطلاع والتحديث؟ إذا زعمت لي إن العلم خلص. لو قلت لي العلم خلص وإنك أحط بالدنيا علما، وطبعا ربنا بيقول وما أوتيتم من العلم إلا، يوم ما تقول لي العلم خلص أقول لك يبقى أنت مش محتاج إيه تدريب. لكن طول ما العلم لسه ما خلص يبقى أنت محتاج تدريب وتثقيف وتأهيل واطلاع. وأنا بأكد حيث تتوقف سيتجاوزك الزمن. نقطة تانية، زمان كانت الناس تحاسب على الأخطاء المتعمدة، ولما واحد لك أخي ما يقصدش ما تحاسبش. في مصر كتب المقال تحت عنوان مصر الجديدة المسؤول الابتكاري والموظف التقليدي. الناس احنا الآن، أنا هقول لك، احنا تجاوزنا الحساب على الخطأ وتجاوزنا الحساب على الإهمال. ده الحساب دلوقتي بقى مش على الإهمال، زمان ده المؤمن لازم يتحاسب. لأن أنا أقول لك على حاجة، أنا عندي قاعدة بتقول الموت إهمالا كالموت إرهابا. واحد مات، واحد سب اللاعة، واحد وقع فيها مات، وواحد فجر قنبله واحد مات، في النهايه المحصله ان في واحد مات. الموت اهمالا كالموت ارهابا، وفقد المال او تضييع المال اهمالا كتضييعه اختلاسا او نهبا، في النهايه المال ايه؟ المال ضاع. فتجاوزنا مرحله الحساب على التعمد الى مرحله الحساب على الاهمال. طبعا اللي في مطبخ القياده يعرف ان الحساب دلوقتي بقى على حاجه تانية اشد، على عدم الانجاز. مش فقط هو لا متعمد ولا مهمل، بس مش قادر يشيل الشيلة، يبقى يجي حد تاني يشيل. بس هنا الحساب بقى مش حساب انك هتسجنه، لكن الحساب تقول له انت خدت اخك، ما تطلبش منه انك تتقدم لقدام او حتى تحافظ على مكانك، هتفقده. فاصبح الحساب يتجاوز، ولذلك يتجاوز قضية الإهمال إلى قضية عدم الإنجاز. وكنت أقول الدول الضائعة لا تحاسب لا على الإهمال وربما حتى على التعمد، أما الدول القوية اللي عايزة تتقدم تحاسب على الصغير كما تحاسب على الكبير، وما كان تظن أنه لا يستحق الحساب يستحق الحساب. أيضا الحقيقة نرجع نختم بقى بقضية قد إيه اللغة حتى تعمل لك مخارج وممكن، بس اللغة هي لغة السهلة. في اللغة دي كانت لها أشياء عظيمة جدا. في كتاب لمن هم مهتمون بالشأن اللغوي اسمه تحرير التحبير لابن أبي الإصبع في فنون البلاغة. في فنون جميلة قوي 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 قوي، منها مثل يقول لك فن اسمه فن المرابة. المرابة ده ازاي تطلع من مأزق؟ فواحد بيقول لك قال كان خرج مع محمد بن الأشعث على احد حكام بني أمية، فقال له يا عدو الله ألست القائل إنا لضرابون في حمص الوغى رأس الخليفة إن عاد صدودا؟ قال له ما هكذا قلت. قال له كيف قلت؟ قال إنا لضرابون في حمص الوغى رأس المتوج إن عاد صدودا عن طاعة الرحمن أو خلفائه أو عام إفسادا وكر عنودا. غير التاني بقى اسمه ثابت قطنة، كان شاعر روماني، كان يقرأ، كان ينحاز إلى صف الخليفة ويعادي ولي العهد، فقال إيه في الخليفة؟ نعوذ بالله أن نبقى ونفقده أو أن نكون لراع بعده خدمة. ولي العهد كان أخوه مش ابنه، فبقول له نعوذ بالله أن نبقى ونفقده الخليفة أو أن نكون لراع لولي أخيه بعده خدمة. الخليفة مات وجاء أخوه، أول ما جاء هاته تعالى يا عدو الله مش انت قلت فيه؟ قال له ما هكذا قلت يا امير المؤمنين، كلمة واحدة. قال له ماذا قلت؟ قال له البيت اتنقل غلط، انا قلت نعوذ بالله ان نبقى ونفقدهم او ان نكون لراع بعدهم خدماء. انا معاكم كلكم. فالمتنبي دخل على سيف الدولة
والناس اللي عم سيف الدولة كانوا يحقدون على المتنبي، فكلما جاء ببيت قالوا سرقه من فلان، أخذه من بيت فلان، فالمتنبي أغضب سيف الدولة فأخذ الكأس فضرب المتنبي فشق رأسه على الفور. قال المتنبي: إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. على السليقة خلاص سكتوا وراضي سيف الدولة عليه. أبو تمام كان في واحد اسمه الفيلسوف الكندي كان يقعه شديدا ويحقد عليه مكانته، فدخل يمدح أحد خلفاء بني عباس فقال له: إقدام عمرو بن كلثوم في سماحة حاتم، في حلم أحنفة، في ذكاء إياسي. يعني بقول له: أنت فيك شجاع سمح. فدكها قال له: الخليفة فوق من وصفت، أتشبهه بصعاليق العرب؟ هم دول فين وأين الخليفة؟ فقال له على السليقة: لا تنكروا ضربي له من دونه، لا تنكروا ضربي له من دونه، مثلا شعودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراسي. فأفحمه الحجاج الثقفي، أتي إليه بشخص ليقتله وكان من الخارجين، في أسلوب في اللغة يسمى له الحيدة، والحيدة ده يشابه قضية السفسطة عند السفسطائيين في الفلسفة، اللي هو يقلب الكلام. فدخل على الحجاج فقال له هيقتله، قال له: لأحملنك على الحديد، يعني سأقتلك بالإيه؟ بالسيف. الحديد السيف، فديك هو كده قال له إيه؟ لأحملنك على الحديد، قال له عفوا، قال له: لأحملنك على الأدهم، الأدهم السيف أيضا. والإمام السيوطي كتب كتاب اسمه الروض المألوف فيما له اسمان إلى ألوف، قال له: لأحملنك على الأدهم، يقصد السيف، والأدهم من أسماء الفارس. قال له: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. فراح مودع على إيه؟ على الفارس. قال له: أردت الحديد؟ قال له: لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا. حديد يعني خدع على الصاع. وظل في حوار طويل، فقال الحجاج: قبح الله من لا أدب له. ثم أطلقه لفصاحته. وهختم بأبيات مهمة جدا في شأن التعلم والتثقف وصدق النية مع الله، وإني حتى إن ضاع عند الناس كما قالوا: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. أحد الأئمة أو العلماء القاضي علي ابن عبد العزيز الجرجاني صاحب كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه في مقدمة قصيدة جميلة جدا يقول: يقولون لي فيك انقباض، انت ليه كده ما انتش مجامل وما بتمدحش، يقولون لي فيك انقباض وإنما أو رجلا عن ساحة الذل أحجما، يقولون هذا مشراب، قلت قد أرى يمكن أشوف، يقولون هذا مشراب، قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، يقولون هذا مشراب، قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، ولم أقضي حق العلم، ولم أقضي حق العلم، العلم بقى العلم الثقافة زي ما كل الشغل أيا كان بمعنى التعلم، ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما. إذا كان القصد منه المغانم الدنيوية والمناصب، ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، أأشقى به غرسا وأجنيه زلة. إذا كنت أنت عمال حياتك كلها تتعب وهتقعد مزول لغاية ما تموت في سبيل حاجة زيلة، إمتى هتجيلك العزة؟
يقول يقولون هذا مشراب، قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظمأ، ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، أأشقى به غرسا وأجنيه زلة؟ إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. لو الواحد كان يشتغل أي صنعة كانت ربما تبقى أكسب له 100 مرة وراح دماغه يطلع بقى حاجة كده. ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، أأشقى به غرسا وأجنيه زلة؟ إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، لأخدم من لاقيت لكن لأخدم، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمه. ولذا أنا دائما أقول حقيقي العالم الحقيقي والمثقف الحقيقي والإعلام الحقيقي لا يباع ولا يشتغل. صحيح. العالم الحقيقي والإعلام الحقيقي والمثقف الحقيقي لا يباع ولا يشتغل. نقطة اللي أختم بيها، خليك عند ربنا ومصلحة بلدك ومالكش دعوة. واحد في مرة بيقول لي، يقول لك، قال لي يعني ممكن واحد يقول لك عفوا يعني اللي هو خالد حبيبنا، ويقول لك ده انا سامع اللي هو خالد هيتنقل، يقول لك مصيبه صوتي. طب وبعد اللي هو خالد بيتنقل ولا حاجه؟ لا لا لا، لو هو مستند على اللي هو خالد، لكن لو هو مستند بقى على ربنا سبحانه، هتلاقيه بيتعامل بما يرضي الله مع اللي هو خالد ومع كل الناس ومع الدنيا. في واحد بيقول لي في حته كده، فلان ماشي، قلت له لو انت هتشتغل على فلان وزيد وعم وتبقى مغطي نفسك بس بالعلاقات انت عريان. غطي نفسك بما يرضي الله ويحقق مصلحة البلد. وتعالى بقى، ربنا قال ايه لسيدنا موسى؟ وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقال له ام موسى إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. ربنا إننا نخاف عن فرعون أن يفرط علينا أو أن يطغى. لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. شوف سيدنا النبي يقول له إيه؟ تخيل بقى بالله عليك دي، بس حطها في الآية دي ما تعداش كده. يقول لسيدنا النبي واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. طب لما أنت تبقى عين ربنا هي اللي بتحرسك. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قول للنبي والله يعصمك من الناس. ربنا يحميك. طب لما يكون ربنا اللي يحميك، مين اللي يجي عندك؟ والله يعصمك من الناس. الآن أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يقول لك وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قدم، كان زمان يقول لك فلان مين اللي له قدم عند بيت فلان، يعني يدخل ويطلع بسهوله. يقول لك يعني احد يقول مين يا اخواننا له قدم عند بيت العمده، يعني يقدر يوصلنا هناك. طب تخيل بقى انت ليك قدم عند ربنا، ويقول لك فانك باعيننا والله يعصمك من الناس. ولذلك سيدنا موسى لما قالوا له انا لمدركون، قال كلا، ليه؟ ان معي ربي. واذا كنت مع الله بالصدق كان الله معك، وإن كان الله معك فلا عليك بمن عليك ومن معك. طب ده مهم قد إيه؟ إن خلي بالك اللي هيشتغل على عينه على الناس، الرقيب موجود خايف، الرقيب مش موجود لو لقى فرصة إيه؟ يشت. إنما اللي عينه على ربنا، واللي بنأكد عليه، وده هختم بيها الجملة دي ونحفظها وقلناها بكدين،
مصالح الأوطان من صميم عقيدتنا، جزء لا يتجزأ من عقيدتنا، فما تقوم به لأجل الوطن هو جزء من دينك وعقيدتك. عشان كده لما قلنا الدين جزء من الحل وليس جزء من المشكلة، لأن الناس بلا دين ضايعين. خلي بالك، خاف من اللي ما بيخافش من ربنا، واللي بيخاف من ربنا ما تخافش منه، لأن اللي بيخاف من ربنا عمره ما يظلمك ولا يبيعك ولا يتباع ولا يشتغل. ولذلك قلت من الخطورة أن يخلط بين مواجهة التدين والتطرف. التدين حق والتطرف باطل، ولا نريد أن يخرج الناس من التطرف إلى التسيب، دي مصيبة أشد. المتسيبون خطرهم لا يقل عن خطر المتطرفين، ولذا علينا أن نكون وسطيين، فنخصص برامج لمواجهة التسيب كما نخصص برامج لمواجهة التطرف، وما يبقاش بس هدفنا نشتغل على اتجاه واحد، لأن الاتجاه الثاني اتجاه التسيب القيمي والأخلاقي والتحلل الديني لا يقل خطورة عن التطرف والجماعات الإرهابية والمتطرفة، وهذا هو مفهوم الوسطية. حقيقة أرجو أن أكون قد أطلت عليكم، بنشكركم مرة أخرى على هذه الدعوة، ونتمنى لكم